دابا انا يعني حيه يعني الا كانت تتشوفني وكانت ولا كانت هي هادشي ما دايراش من قلبها راه غادي تجي وغادي تسول فيا وغادي تحنف بنتها اللي محتاجه ليها وبغات تشوفها وبغات تعرف عليها وبغات نعرف انا شكون انا من حقي. حنت دابا راه نقول لي قلت نقول لك هذا با ولاد ولكن راه الام ديالي الحقيقه كلها عند الام ديالي. انا بغيت الام ديالي هي اللي تبان. الله يسهل عليكم واللي كيعرف شي حاجه ولا شي معلومه ما يخبيهاش عليا. راهي الدنيا هادي راه غدا قدام الله راه غادي ما عمرني غادي ننسى لي هذا الخير. اهلا ومرحبا المتابعين جريدة الوانكم من قلب مدينة الدار البيضاء مع الاخت رجاء اللي باحثة على الام ديالها البيولوجيا كتبحث على العائلة ديالها. من طبيعة الحال ان لقات راسها وسط واحد العائلة اللي ماشي العائلة ديالها البيولوجيا. غادي نطرحوا عليها مجموعة ديال الاسئلة اللي غتقربنا من القصة المؤلمة. مرحبا بك اختي رجاء عبر الوانكم. شكرا الاخ مراد كنشكر كنشكر جريدة الالوان وكنشكر اي واحد عطاني من وقته وتواصل معايا ووصل صوتي للمغاربة. انا اخوتي المغاربة بغيت نشارك معكم القصة ديالي اللي هي ثبوت النسب ديالي وانني نعرف انا شكون انا لانه من حقي وحق طبيعي ومن حق اي واحد بحالي حتى هو. انا كبرت بحالي بحال اي طفله كانت صغيره كانت تقول ماما كانت تقول بابا حتى لسنه 97 اللي غتبقى غادي يبداو يوليو عندي مشاكل من موراها هو مات الاب اللي كان مربيني وديرني في الحاله المدنيه انني بنته. بقيت انا والام ديالي اللي ربطتني حتى هي الام ديالي ما لا حول ولا قوه الا بالله. مره كانت ما فحالهاش تكرفصت انا وياها بزاف دازوا عليا مشاكل بزاف. خدمت في سن صغيره في الطيور تكرفصوا عليا مالين الطيور دوزت خيريه المهم جميع انواع تشتت دازوا على هاد الانسانه هادي اللي قدامكم. ومن موراها فاش بقيت كنتكرفص وصلت للسن ديال 14 سنه هذا هو اللي غادي انا اللي قررت فيه انني نتزوج بواحد الانسان اللي قال لي انا بغيت نتزوج بك ولكن انا تزوجت باش نهرب من الواقع اللي كنت عايشه فيه اللي كنت لانني كنت عايشه في التشرد. لانني كون ما تزوجت كنت غادي نضعف زناقي وهذوك الاولاد اللي تزوجت اللي ولدت في العلاقه الشرعيه كنت غادي نولدهم بعلاقه غير شرعيه لان هذا الشيء راه شي حاجه اللي باينه وانا ما نبي في حتى شي حاجه من هذا الشيء لان انا غير انا ضحيه ديالت واحد المجتمع اللي ما كيرحمش وضحيه ديالت واحد الناس اللي مسؤولين وما قايمينش بخدمتهم لانه هذا المشكل هذا كيتفاقم من السبيطارات ومن المراكز وخص الناس والجهات المسؤوله ياخذوا بعين الاعتبار اي امراه جات بغات تولد لاكارت ناسيونال ديالها ويركزوا معاها مزيان وفي المقاطعه اي وحده بغات تحط في الحاله المدنيه يركزوا معاها حتى هي مزيان لانه كاينين تعاون وكاينين تماطلات اللي خلوني انا نجي نوقف قدامكم ونعيش هذه الحياه اللي ما كانش عليا نعيشها لانه بمشكل واحد بسيط خلصت به انايا الثمن ديال حياتي كامله تدمرات ليا انني عشت تشرد وانا ماشي وعشت مع ناس ماشي والدين جاولي ماشي ناس بيولوجيين ماشي والمشكله ما بقيتش ما كبرتش معهم لانه الوالد اللي رباني توفى المراه كبيره وما فحالهاش كرفصت معاها وفاش وصلت قلت لكم السنه ديال 14 عام تزوجت لانه ما كانش عندي واحد الخيار اخر. منين تزوجت ولدت وليداتي ولدت الولد الاول ديالي على سن 15 سنه ولدي الاول ومن موراه المهم بقيت عايشه انا والزوج ديالي حتى لسنه 2012. الزوج ديالي كنت عايشه انا وياه في الاول عادي بحال اي مرا وراجلها كنمشي عند عائلته كنمشي حتى انا عند الام ديالي كان المهم عايش الحياه الطبيعيه حتى لواحد النهار كنت فجأة في سنه 2012 كتجي عندي واحد السيده
اللي هي قيتها كانت كتقلب عليا وكتقول لي بانه هاد الناس هادو اللي مربينك راه ماشي والديك، الام ديالك راه مرا اخرى. هنا كتبدا المعاناه ديال خوتكم. المعاناه اشنا هي؟ المعاناه هي انني تخربقت في حياتي، تدمرت نفسيا، تدمرت عاطفيا، تدمرت لي حياتي كامله راسا ولات على عقب. تكرفصت واحد التكرفيص ما تقدروش اخوتي المغاربه تخيلوه بسبب هذا المشكل هذا اللي تفاقم وخرج لي على حياتي. انا كنت عايشه عادي ولكن من مورا هذا الشيء راجلي احتقرني ولا كيسبني، توصلت انا وياه الطلاق. فضلت انني نطلق على انني نبقى عايشه تحت الرحمه ديالو، تحت السب والقذف اللي كان تيسبني والاحتقار اللي كان تيحتقرني. المهم طلقت بوليداتي. السيده اللي جات جابت لي الخبر وليت متبعه معها، ولات مشات وراتني الفيلا فين كانت الام ديالي وعودت لي التفاصيل وعودت لي على الاب ديالي اللي انا كنقول واش هو. ولكن هذا الشيء كامل ما من حتى شي حاجه الا ما كانتش الام ديالي، لان الام ديالي هي اللي غادي تثبت لي اي حاجه انا كنقول. والام ديالي راه مشات على اساس انني انا ميته، ما مشاتش على اساس هي عطاتني، ولكن الاخبار اللي وصلتني انها رجعت وكانت بغات تعاود تسديني. والمراه اللي توسطات هي والام ديالي اللي رباتني، خبروها بانني انا راه فاش عطاتني، لان فاش ولدتني كنت مريضه واحد الشويه، قال لها راه فاش خليتيها راه مات. صافي مشات هي على اساس هكاك. انا دابا فاش عرفت الحقيقه تنمشي نسول ومشيت وتواصلت مع الناس اللي قالت لي السيده راه هادو هما العائله ديالك وما عطاونيش قيمه واحتقروني وما هضر معايا حتى حد، ما عطاني الوقت حتى حد، ما بيعطيني شي راس الخيط الا حاجه وحده اللي وقعت لي في وسط هذا الشيء. اختي رجاء، هاد السيده اللي تبنات كل اللي كبرتي عندها، واش كتجي الام ديالك شي حاجه؟ شكون هي؟ واش قريبه منها؟ بغينا نعرفوها. لا ما كتجيها حتى شي حاجه، هي غير كانت وسيطه ديالها واحد السيده اخرى هي اللي لقاتهم وهي اللي عطاتني ليها وصافي، ما كانتش تتعرفها، ما عندها بها حتى شي علاقه، لانه هذا الشيء اللي قالت لي الام ديالي اللي رباتني. فاش كنسولها قالت لك انا ما عندي بها حتى شي علاقه، راه المراه اللي كانت تطلب هي اللي جابتها ليا، انا حتى شديتك. قالت لي فاش جابتك من السبيطار جابتك ليا. هادي تبناتك المرأة اللي كتطلب؟ لا ماشي المرأة اللي تطلب، المرأة اللي تطلب كانت غير وسيطة، كانت وسيطة مع السيدة اللي رباتني. حنت المرأة اللي كانت تطلب هي اللي كانت عندها كونتاكت مع الأم ديالي، حنت الأم ديالي الفيلا اللي كانت فيها كانت تدير المزيان مع ديك المرأة، كانت تخرج لها الماكلة وكانت تدور معها وكانت، فهمتي؟ هادشي كان في العلم ديال الأب ديالك؟ ما كنظنش، لانه انا فاش تلاقيت مع العائله ديالي لقيت عندهم واحد الخبر ديال انهم كانوا عارفين بانه الاب ديالي كانت عنده بنت ولكن ميته، وهذا الشيء راه هذا السر كاين عندهم هما. ما انا ما غاديش، ما يمكنش حنت انا اللي انا مولات المشكل، انا تزاديت في هذيك الوقيته، يعني ما غاديش نكون انا عارفه بحالهم هما. ولكن شكون اللي قال لهم بنتكم راه ماتت؟ ما عرفتش، يقدر تكون الام ديالي. الام ديالك الحقيقيه هي اللي تقدر، الام ديالي الحقيقيه منين جات وقالوا لي راه البنت ميته تاعك، تقدر هي اللي كانت قالتها لهم من بعد. ما انا هذه الحلقه هي اللي باقيه عندي مفقوده، ما بغيتش تفهم ليا في وسط العائله. ولكن اختي رجاء، الام ديالك عطاتك وكيفاش رجعات عاوتاني بغات تديك؟ انا هذا الشيء اللي قالت لي السيده اللي توسطات، حنت السيده اللي توسطات مات وخلات بنتها، هي اللي خلات لها الصوره ديال الام ديالي، وراه الصوره ديال الام ديالي راه فاش مصوره الام ديالي الاسبوع الاخير فاش بغات تولدني، لان من مورا الحماله ديالها فاش بقات لها اسبوع وتولدني مشات قعدت عند هاد المراه الطلابه اللي كانت هي كدير معاها المزيان، فهمتي؟ مشات ولدتني عندها في الدار عندها وعطاتني صافي، والام مشات رجعت في حالتها. كملي لي القصه ديالك من بعد جات الام ديالك وكيف مشات الحياه ديالك؟ كيفاش منين جات الام ديالك سولات وقال لي راه ماتت ومشات الام ديالك قالت الاب ديالك راه ماتت بنتنا، كيف دازت انت الايامات ديالك من بعد؟ دازت تكرفيس، حيت انا ما عارفاش، انا راه هادشي ما عرفت حتى كبرت، ما كنتش عارفه فاش كنت صغيره، انا راه ما عرفت حتى 2012،
لان كون كنت عارفه فاش كنت صغيره كنت على الاقل غادي نتعايش مع المشكل وغادي نتعامل معاه بطريقه اخرى، ماشي بحال دابا. لانني انا دابا حنت حتى كبرت، حنت راه صعيبه باش حتى تكبري عاد تعرفي هذوك ماشي والديك، راه ولا كيجيني راسي انايا بحال شي وحده جايه من ما هابطه من السماء فوسط الناس، تيبان ليا الناس كلهم عاديين وانا شي حاجه ماشي طبيعيه، شي حاجه غير جايه غير هكاك. دابا انا انا شكون انا؟ انا ما عارفه راسي حتى انا شكون انا، ما عارفه انا اسميتي، انا منين، اشنا هي كنيتي، فين تنتمي انا، منين جايه انا؟ انا دابا دايره بحال شي حاجه جيتي لقيتها محطوطه وهزيتها ما عرفتها ديال تمن، بحال هكاك انا دايره عايشه حياه تشرد وعايشه حياه بدون حياه، حياه بدون حياة. انا عايشة دابا حياة بدون حياة، لان هاد الحياة هادي راه اثرت لي اخوتي المغاربة على وليداتي، راه انا اخوتي المغاربة راه ما بقيتش مركزة، راه هادشي راه بيحمقني، راه ماشي سهل، راه صعيب، صعيب انك تعرف راسك ما منتمي لتا بلاصة. انا دابا ما محسوبة على حتى حد، ما محسوبة على حتى شي حد، تنعرف دابا عندي غير الله ووليداتي هما اللي عندي صافي. ومن بعد هادشي راه عندي خوتي المغاربه حتى هما الله يسهل عليهم. والله نسولك اختي رجاء، مع من كتعيشي دابا؟ كنعيش انا والوليدات ديالي، ما عندي حتى شي حد اللي غادي نعيش معاه، ولا كنعيش ظروف قاسيه وما حيلتيش نقابل وليداتي ولا نصرف عليهم ولا نخرج نخدم عليهم ولا نخلص لهم كراهم، ولا يعني عايشه التكرفيس بجميع انواعه وصافي. انا وليداتي شكون اللي كتحملي المسؤوليه ديال هاد المشاكل؟ انا كنحمل المسؤوليه للجهات المسؤوله في السبيطارات وفي المراكز اللي بسببهم انايا عايشه دابا التشرد، لانه كون ما كانش التزوير ما كانش هاد الناس غادي يقدروا يربيوني، كون كان ما كانش التزوير ما غاديش يقدروا يربيوني، ما غاديش يقدروا يتجرؤوا انهم يشدوني، غادي يخافوا لانه غادي يعرفوا بانه راه كاين واحد الفصل ولا واحد الحاجه اللي غادي تتبعهم. ما انا تغصبت في حياتي، تقتلت في صغري وعاوتاني تقتلت في كبري، واني عايشه الضياع ووليداتي عايشين معايا الضياع، وحسبي الله ونعم الوكيل. وهذا السبب تنوجه الاسباب حتى الام ديالي حتى هي راه مسؤوله، لان راه ما يمكنش هاد السنوات كلها، ورانا راه بنت مع الصحافه، وراه دابا انا يعني حيه، يعني الا كانت تشوفني وكانت ولا كانت هي هادشي ما دايراش من قلبها، راه غادي تجي وغادي تسول فيا وغادي تحنف بنتها اللي محتاجه ليها وبغات تشوفها وبغات تعرف عليها وبغات نعرف انا شكون انا من حقي. حنت دابا راه نقول اللي قلت، نقول كاع هذا با ولا هادي، ولكن راه الام ديالي الحقيقه كلها عند الام ديالي. انا بغيت الام ديالي هي اللي تبان، الله يسهل عليكم، واللي كيعرف شي حاجه ولا شي معلومه ما يخبيهاش عليا، راه الدنيا هادي راه غدا قدام الله، راه غادي ما عمرني غادي ننسى لي هذا الخير. انا كنقدم دابا نداء للام ديالي، الله يسهل عليك ويحن عليك ويخلي لك وليداتك، ما عرفتك مزوجه وعندك الوليدات، لا ما حني في بنتك أميرة. أنا واش أنا واد نبي؟ أنا راه ما نبي والو، واش أنا نبي أنني أنكم وأنك ولدتيني وعطيتيني نتكرفص؟ هذا هو الذنب ديالي أنايا، راه هادشي اللي بان لي. أنا عايشة مكرفصة، راه حياتي تدمرات وغادي تدمروا معايا ولادي. أنا مزوقة ليك في الله ماما، إلا ما جيتش شفتي لي هاد الحرقة وهاد الغالي اللي عندي في قلبي، طفي لي راه النار هادي اللي شاعلة ليا في قلبي، أنا مزوقة فيك. راه صافي عييت، راه ما باقيش عندي حتى السفل باش نبقى نعاود ونبقى، راه صافي، راه لا إله إلا الله، اللهم إنا هذا من كروح سبيل.